الفنان عمرو دياب يعني كان مسافر وقت الاحداث اللي حصلت وما شاركش فيها طبعا خالص، وهو كان صديق طبعا شخصي، يعني في فرق انك انت كان طبعا كان صديق كان طبعا شخصي للنظام واولاد النظام، كان فعلا ماضي يعني، لا يعني وقتها وقتها هو كان صديق وما زال متهيألي، مش يعني مش عايز اتكلم طبعا كان صديق ليك. كنت بتتكلم على صديق لمين؟ لعلاء وجمال. افتكرت بتكلم عنك، معلش. صح كده؟ صديق شخصي طبعا. انا عايزه بس اقول وانوه ان طبعا الفنان عمرو دياب ليه حق الرد في البرنامج عندنا في الوقت اللي يحبه، يعني احنا بنكفي حريه الراي وبنكفي كمان حق الرد. اكيد طبعا. يا ريت بس يرد. انا اساسا مشكلتي مع عمرو دياب ان هو ما بيردش على التليفون. لا ما بيردش على حاجه خالص، يعني يعني عنده استعداد فعلا يعمل حاجه. انت كان عندك برده مشكله في موضوع عدم رد على تليفوناتك لما كنت معايا في حلقه قبل كده، كان في مشكله ان هو مش بيرد على تليفوناتك. بالظبط كده، عشان ما نبعدش. بالظبط كده. انت في علاقه بينك وبين عمرو دياب مش مستقره، احيانا تبقى علاقه مستقره وكويسه قوي وفجاه يحصل خلافات. ايه سر الخلافات اللي بينكم مؤخرا؟ سر الخلافات اللي بينا مؤخرا، هي الحقيقه مش خلافات بينا مؤخرا، هي هي بصراحه كده. هل عشان لما لقيتش نفسك من المشاركين في البومه اللي القادم؟ يا هبه يا هبه، الكلام ده معقوله؟ احنا بنتكلم في ليفل ما شاء الله يعني عالي جدا، وبنقول كلام يعني كبير، فمش عايزين طبعا يعني نروح نتطرق لطريقه ثانيه اقل. عشان اغنيه اللي بيني وبينك اللي انت قضيته فيها بعد ما نزلت باربع سنين، كل دي حاجات طبعا يعني توابع للبدايه. هو الموضوع طبعا باختصار شديد جدا، يعني لسه بتشاور عقلك، لسه ما قضيتوش في الاغنيه زي ما انت قلت. القضيه شغاله خلاص، القضيه شغاله خلاص، وده قرار نهائي ان شاء الله مش هرجع فيه يعني. طب وليه بقالك اربع سنين منتظر وما عملتش اي خطوه وجاي النهارده؟ شياكه يا هبه، شياكه والله، وحفاظ على طب وتخليت عن الشياكه ليه يا محمد؟ طيب ممكن بس تديني فرصه اتكلم على الموضوع من الاول. طيب انا مشكلتي مع الفنان عمرو دياب طبعا من الاول، عشان برضو الناس ما تفهميش غلط يعني. الراجل ده اخ كبير لنا كلنا، وانا طبعا ابتديت معاه سنه 97 او 98. انا ومجموعه كبيره جدا جدا النهارده بقوم يعني من نجوم الصناعه في الشعر وفي التلحين وفي الحاجات دي. بس انا مشكلتي مع الفنان عمرو دياب ان انا يعني كنت حافظ جدا 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 لوقفته جنبنا طبعا كلنا كجيل، وبحبه وبحترمه جدا جدا. بس مشكلتي معاه مشكله الشخصيات بقى، ملهاش علاقه بغنوه ولا ليها علاقه بحته مزيكا ولا ليها علاقه بالكلام ده، ليها علاقه بكاركتر، بطريقه، بنوع دماغي انا ونوع يعني احساسي في التعاملات انا بحب اتعامل بطريقه تانية. هو انت رفعت دعوه بتقول فيها لطيف. ايه رفعت قضيه عليه؟ بتقول ايه فيها؟ ايه رفعت علي؟ هتديني فرصه والله اوصلك كل اللي انت عاوزاه. طيب بعد اذنك يعني. احنا عايزين نوصل للناس على فكره اكتر، هنوصل طبعا. انا الموضوع واصلني. هنوصل للناس والله طبعا كل حاجه. انا مشكلتي بس معاه ان انا ما ينفعش مثلا ابقى قاعد بسمع مطرب. انا بالنسبه لي انا راجل فنان وانت راجل فنان، انت بتاخد فني، تاخد الجمله اللي انا بعملها لك بتوزعها بتقدمها بصوتك، ربنا بيكرمنا فيها ان شاء الله انا وانت بننجح. نعم. انا عندي هي دي الصناعه يعني. بس انا ما ينفعش ابقى قاعد مثلا بسمع مطرب غنوه وهو قاعد طبعا سوري جدا للتعبير اللي انا بقوله يعني قاعد رجله في وش الملحن. يعني قاعد حاطط رجله كده بطريقه معينه مش عايز اعملها طبعا، عشان خاطر لو عملتها طبعا يعني الناس طبعا هتشوفني قاعد بطريقه مش لطيفه يعني. بس قاعد فعلا رجله في وش الملحن، او قاعد رجله في وش الملحن في وشك يعني. فانا ما ينفعش اقعد اساسا قدام مطرب وهو بيعمل كده. الكلام ده كان بيحصل زمان واحنا صغيرين. طب وكنت بسيب له الاستوديو. طب ما هو قاعد معاك اصلا، ما رفضتش تقعد معاه ليه؟ ما كنت بسيب له الاستوديو وبمشي على طول. ده بقى سر خلافاتنا. وعايز اقول ان اي ملحن باستثناء طبعا بعض الناس المحترمه جدا، اي ملحن من الجيل بتاعنا اشتغل مع عمرو دياب وعمل كم كبير يعني جدا. ده موقف حصل من اربع سنين وانت بتسمعه؟ لا حصل من زمان. ده هو طول عمره كده. وانت عايز اقول ان اي ملحن وكان في اغنيه اهدتها له من ثلاث شهور تقريبا في عيد ميلاده جدا او اربع شهور جدا بمنتهى الحب وبمنتهى المحبه. ايه بقى اللي حصل يا محمد عشان الناس تفهم، عشان ما يبقاش في تناقض في الحوار؟ مفيش بعد اذنك لو اديك فرصتك. انا والله هوصل لك كل حاجه. حاضر. انا عندي بقول لك مشكله في طريقه التعامل بتاعه الفنان عمرو دياب مع الملحن اللي هو بيتعامل معاه ده من البدايه. خلاص. وده اللي خلاني على الرغم من النجاحات اللي بينا وبين بعض ان انا بقيت حتى لما اشتغل معاه بالتليفون. يعني اغلب اغنينا مع بعض بتبقى بتليفونيا، بيكلمني محمد انا بجهز حبيبي شريط كذا كذا كذا، اوكي بدله اللحن بالتليفون، تطلع غنوه اسمها وحكايتك مثلا، ولا تطلع حبيبي ولا على باله زمان جدا، او لو عشقاني او وات ايفر. المشكله بقى دلوقتي في ايه؟
بعد انا طبعا ما ازددت سن وازددت خبره طبعا وبقى عندي وجهه نظر، في يوم من الايام عملت له غنوه اسمها اللي بيني وبينك. اوكي. وشفت ان الوحيد اللي من حقه يقول والله دايب فيك انا، مع ان شوف من كام سنه غاوي الغنى ومليش غنى عن ان اغني فيك انا، ده كلام حقيقي ريل جدا، ده بتاع عمرو دياب، هو الوحيد اللي من حقه يقول الكلام ده، اللي بيني وبينك مش لمسه ايد بتسلم وهكذا. عملت اللحن واديته له، فعلا اعجب بيه جدا، دخل وزع الاغنيه غناها خلصناها في الاستوديو كله تمام التمام. جينا واحنا بنخلص الالبوم كنت عامل له لحن تاني اللي هو دايما والله في بالي خلاص. فجاه عمرو قرر ان هو مش عاوز ينزلها في الالبوم، فانا طبعا بقيت هتجنن، ازاي عمرو دي غنوه حلوه قوي، الغنوه دي حلوه بجد يعني لحنا كلاما صوتك فيها، حتى لما كان بيجي مثلا حد مثلا صديقه من خارج الوسط مثلا او مهندس صوت اللي قاعد او اي حد بيسمع غنوه في الاستوديو بيتجنن يعني. اكيد يعني الناس طبعا اللي بتسمعها دلوقتي اكيد ما حدش هيختلف معايا ان غنوه اللي بيني وبينك يا جماعه والله، وانا بقول راي فن حقيقي مش غرور يعني. تمام. قرر ان هو يشيلها من الالبوم. قرر ان هو مش عايز يحطها في الالبوم. طب يا عمرو مش عاوز تحطها في الالبوم ليه؟ قال لي معلش يا محمد، طب احنا عاملين شكل تاني في المقاسيم وفي الحاجات وبتاع، فخلينا ناجل الغنوه دي. قلت له طب اوكي، مش عايز التنازل اعمله لك بالمره، ممكن تفكر فيها مثلا الالبوم الجاي. قال لي لا خلاص بقى، اعمل لي التنازل بتاعي دايما في بالي ومش مهم بقى دي دلوقتي وبتاع. قلت له خلاص. فكده الغنوه رجعت لي. جات لي مطربه اسمها جنات. صوت جميل في الاول ما كانتش معروفه، تعالي يا بنت سمعيني صوتك بتغني بتقولي ايه. سمعتني صوتها جنات، لقيت صوتها حلو جدا، فقلت طب ايه المشكله اعمل ستايل عمرو دياب على بنت. انت عارفه طبعا من الاول يا هبه ان انا طبعا يمكن يعني الملحن برضو الوحيد في جيلي او من الناس اللي تميزت شويه بحته تقديم الاصوات الجديده، ومعظم النجوم اللي موجودين النهارده الحمد لله بداوا معايا يعني. ادت الاغنيه لجنات وغنتها ونزلتها وخدناها سجلناها وعملنا البدايه. نزلت الاغنيه بصوت جنات، واذ بالفنان عمرو دياب مسرب الاغنيه على الانترنت بصوته. فطبعا انا طبعا استغربت جدا، طب يا عمرو انت عملت كده ليه؟ مش فاهم. ففي الوقت ده بصراحه عشان ما اخبيش عليكي انا افترضت انه قلت الحمد لله يعني لعله خير من عند ربنا، لانه عمل دعايه للبنت لو قعدت 10 سنين. يعني انت وقتها ما رفعتش قضيه او ما عملتش مشكله، اعتبرتها ممكن تبقى دعايه للبنت. دعايه للبنت. عدى سنه، عدى اتنين، عدى ثلاثه، ابتدت الصحافه تهاجمني انا. بيقولوا لي محمد احنا ازاي بنسمع الحان ليك احيانا بتتغنى بصوت اتنين مطربين. فبيبتدي الملحن في الوقت ده يا جماعه يتهم من قبل الاعلام ويتقال عليه ان هو مثلا لا سمح الله نصاب. وانا عارفه الاتهام ده، بس ده ما كانش على اللي بيني وبينك بس، ده اتقال في اكتر من حاجه. بالظبط كده، بسبب مواقف زي كده بقى. يعني كلهم عملوا فيك نفس الموقف. بص يا هبه، بسبب مواقف زي دي تمام. الملحن فينا يا عيني بيتهم او الشاعر بيتهم اتهامات فعلا بعيده تماما عن الواقع. فبقيت ادافع في الاعلام اقول والله يا جماعه في الاول ما بقتش لاقي كلام اقوله، يعني مره اقول والله يا جماعه ده هو دي اتسربت بس، ومره اقول والله بس بصوت عمرو دياب كانت حاجه وبصوت جنات كانت حاجه، انما الحقيقه في الاخر لما الاعلام ضغط عليا جدا اضطريت اقول طب عمرو دياب بقى لو سمحتوا يا جماعه طب يطلع التنازل اللي معاه. لو انا فعلا بقى الاغنيه دي يوريني فين التنازل اللي انا عملته. يعني انت لما الاعلام ضغط عليك والصحافه اعترفت بالواقع. بالظبط كده، بالظبط كده، لان انا اوريدي من الاول يعني ايه محدد علاقتي جدا وحاططها في المنطقه المحترمه المحبه. نيجي بقى المشكله الحقيقه اللي انا ما قدرتش استحملها بقى هبه، ان انا حي ارزق على قيد الحياه الحمد لله، وفجاه بشركه تليفونات كبيره جدا جدا مشهوره جدا، اشهر شركه تليفونات يمكن كلنا بنستعملها، الفنان تعاقد معاها بمبلغ 2 مليون دولار. اوكي. والشركه طلبت منه محتوى من الاغنيات يتحط في التليفون بتاعه، اسمه تليفون عمرو دياب. فالراجل اداهم 12 اغنيه، منهم اغنيه اللي بيني وبينك من غير تنازلات ومن غير تصريح. فدي بالنسبه لك فرصه للتقاضي؟ طبعا. ليه بقى؟ ايوه. ليه بقى؟ حقوقك علشان خاطر انا سمحت من الاول انك تغنيها من غير ما ارفع عليك قضيه. اوكي. وسمحت للاعلام يشوه صورتي انا وكنت بجيبها فيا انا وما كنتش بتكلم. بس ما تزعلش مني يا محمد، هنا مش ممكن يتقال هو لما المساله ما كانش فيها مثلا تعويض او فلوس ما كانش فارق معاه وكان ساكت، ولما بقى داخل فيها اشياء اخرى هنا اتضايق وخاف على حقه الفني والادبي وعلى اغنيته واخد موقف. بصراحه انا بكلمك بصراحه. معلش معلش هيبقى اسال سؤال. هو انا بقول لك السؤال اللي ممكن يجي في ذهن اي مشاهد بيسمع الكلام ده. لا لا لا، هو احنا هننكر برضو ان احنا اذا كنا فنانين ومبدعين فاحنا برضو بالنسبه لنا ده شغل واكل عيش. هو ايه الازمه ان انت واخد 2 مليون دولار يعني حوالي 12 مليون جنيه مصري تديني ثمن اللحن بتاعي وتاخد مني تصريح وما تقدمش ورق مزور
الناس طبعا كانوا مستائين جدا جدا ازاي الغنوة دي اتحطت من غير تنازلاتها ومن غير تصريح ومن غير ورق ومن غير الكلام ده كله. اللي زعلني قوي هبه بقى اللي زعلني قوي بجد يعني احنا لغايه دلوقتي كنا بنتفاوض وبنتكلم لا ناخد كذا لا ما ناخدش كذا ما فيش مشكله خالص. في يوم ادى معاد لطاهر اخويا ورحنا مع بعض البيت وعزمنا على العشاء وقعدنا نتكلم وكنت لسه عامل له غنوه في عيد ميلاده بقول له كل سنه وانت طيب انت اخونا الكبير وتعلمنا منك وعملنا وخلينا وسوينا يعني من المواقف بجد اللي يعني زعلت الواحد حقيقي. عملت الاغنيه بتاعت عيد ميلاده اثناء التفاوض على حل لا قبل 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 هو كان رده اساسا كان رد عمرو دياب على الغنوه اللي انا عملتها له في عيد ميلاده كان رده عليا انه عمل الموضوع بتاع للاسف محمد بس في حاجات عايزين نسالك فيها ها. يعني تتابع الاحداث ما كانش لطيف ابدا. ايه اللي حصل؟ المهم قال لي محمد طب انت عايز ايه التصريح؟ قلت له هو التصريح للاسف انا مش هعمله لوحدي انا لازم اعمل تصريح انا والشاعر والشركه المنتجه لان الشركه ملك الناشر اللي هي شركه جود نيوز فلازم ابقى انا واحمد دسوقي والشاعر خالد منير احنا الثلاثه. قال لي طيب خلاص اعملوا لي التنازلات كلكم او التصريح. قلت له التنازل مش هينفع ممكن اعمل لك تصريح عشان ما تبقاش انت داخل بورقه مش مظبوط. قال لي طب خلاص هتحتاج كام؟ اتفقنا على المبلغ اللي انا هاخده انا والشاعر والشركه. طب يا جماعه اعملوا لي التصاريح وتعالوا لي بكره الاستوديو نعم نسلم ونستلم. بعدين عملت له التصاريح. عملنا التصريح طبعا باسم الفنان عمرو عبد الباسط عبد العزيز دياب تمام. علشان ما يبقاش دخل كم؟ شركه التليفونات اوكي بطريقه طبعا ان ليجل يعني زي ما بيقولوا نعم غير مشروعه وبالظبط كده غير مشروعه. وبعت الحاجات دي مع اخويا قال له لا انا الحاجه دي مش هتنفعني لازم المحامي بتاعي يشوفها. المحامي بتاعه طبعا هو الدكتور حسام لطفي ابن السيد محمود لطفي اللي هو للاسف كمان بيحمي حقوق الملحنين والمؤلفين في جمعيه ساسام الفرع اللي في مصر يعني يا جماعه محامي عمرو دياب هو الدكتور حسام لطفي اللي هو محامي الجمعيه بتاعتنا خلاص. قام الدكتور حسام لطفي طالع رايح الشهر العقاري مطلع مستخرج رسمي من التنازلات دي نعم يعني الدكتور حسام لطفي لما بص على دول عرف بس الرقم اللي هو هنا ده وعرف مكان الشهر العقاري وقام رايح طالع مطلع قصدك ايه اخذ المستخرج الرسمي وكانهم خد التنازلات من غير ما يدفعوا المقابل كانه خد التنازلات وادي الاصل لسه موجود معاه. طب يا جماعه الدكتور الاستاذ حسام استاذ حسام ايه؟ حسام لطفي لطفي ليه طبعا حق الرد ليه مكفول في البرنامج عندنا على كل ما ذكر من خلال ضيفنا انا نفسي حد يرد ليه بقى هبه لان للاسف من يومها ما حدش رد يعني اول ما التنازلات يا جماعه دي اتعملت او سوري التصريح دي اتعملت ومن قبل طبعا احنا برضو بنكفل حق الرد لكل الاطراف المعنيه منهم طبعا نجم عمرو دياب والاستاذ حسام لطفي. اتمنى احنا صورناها خلاص اوكي اتمنى طبعا ان حد فيهم يرد لان انا شخصيا مش لاقي اجابه على يعني هو دلوقتي بيمتلك ده. تنازلات رسميه موثقه من الشهر العقاري بالظبط كده منك ومن بقيه الاطراف انا بقى رافع قضيه بالغش والتدليس صدقيني يا هبه الموضوع اصلا يعني زعلني قوي. التصريح اللي انت اطلقته بان انت بتقول النجم عمرو دياب هو احمد عز رجل الاعمال الوسط الفني هل ده المقصود من كلامك على الورق اللي بتاعك؟ كل مجال في الدنيا وان كان برضو يعني في الوسط السياسي في الوسط الفني في الوسط اي حاجه في الدنيا له ناس وصلت فيه لمراحل متقدمه جدا جدا زي الفنان عمرو دياب مثلا عندنا وللاسف بيستغل سلطته بطريقه طبعا يعني غير